أنت تشاهد الآن ملخص الجولة الأولى من يورو 2024 من الأفضل في العالم في صناعة المحتوى الكروي ميدو الشبح، الأفضل في لبنان وفي العالم العربي وفي العالم. فإذا لم تكن مشتركا في قناتي اشترك، لأنك ستخسر الكثير إذا لم تشاهد المحتوى الخرافي الذي أقدمه يوميا وشغفي الحقيقي لكرة القدم. بكل بساطة سوف نبدأ بالمنتخب المضيف أو المستضيف لليورو، وهو منتخب ألمانيا، لأن ألمانيا قبل اليورو أو قبل بداية اليورو كان في شكوك. عندك 2018 خرج من دور المجموعات بمباراة كوريا الشهيرة، 2022 خرج من دور المجموعات أيضا مباراة اليابان الشهيرة، فمسح فيهم أرض منتخب ألمانيا آخر بطولتين. وحتى باليورو إذا متذكر يورو 2016 نص نهائي أمام فرنسا بهدفي جريزمان، ويورو 2020 خرج من أمام إنجلترا حسب ما أذكر 2-0 في استاد الويمبلي على ما أعتقد. بغض النظر أو بغض النظر، ألمانيا مع ناجلسمان غير، ألمانيا قبل بداية اليورو حاجة وبعد بداية اليورو حاجة تانية خالص، لأنه فازوا 5-1 في الافتتاحية على اسكتلندا، أداء خرافي. البودلة اللي عملوا ناجلسمان كان فولكروغ وأمري شان نزلوا سجلوا 3 أهداف، فولكروغ هدفين وأمري شان هدف. فبكل بساطة المنتخب الألماني برز أو أبرز جميع قدراته مش طبيعية بتحقيق يورو 2024 بطريقة رهيبة وبداية قوية جدا، رغم أنه ليس هذا التحدي الصعب منتخب اسكتلندا، لأنه ما قدموا أداء يعني أداء صفر، فيها نقول ما خصصهم كانوا فيها أبدا، ولكن فيها نعتبر أنه ألمانيا مرشحة وبقوة لنيل اللقب الرابع، ويا رب لا، لأنه إذا أخذ اللقب الرابع سوف يتفوقون على المنتخب المفضل وهو منتخب الأروخا الإسباني. المنتخب الآخر الذي قدم أداء خرافي من بعد ألمانيا هو منتخب اسبانيا، هو المنتخب الافضل في تاريخ اليورو، منتخب الاجمل والاروع والاداء الاجمل في التاريخ بالنسبه لي انا، منتخب الطفوله، عشقي الطفوله، عشقي منذ الطفوله، لانه اسبانيا بكل صراحه ناس مش حاطين اضواء عليها، كل الاضواء على فرنسا وانجلترا والمانيا وايطاليا بحالهم اللي بدهم يحافظوا على اللقب، ولكن اسبانيا قدموا اداء خرافي امام كرواتيا، حتى رغم انه اول ثلث ساعه ما كان في اداء ابدا، ولكن من بعد مرور ثلث ساعه على مباراه الاسبان وكرواتيا سجل 3 أهداف، هدف من موراتا بخطأ دفاعي من كرواتيا، هدف من فابيان رويز بطريقة رائعة على طريقة ميسي، وهدف رائع من العم أو الخال كارفاخال من تمريرة حاسمة من لامين يامال، الموهبة الناشئة الواعدة الخرافية، رغم أني مدريدي وأكره برشلونة وكل لاعبي برشلونة، لكنني أجبر أن أشجع لاعبي المنتخب الإسباني عندما يشاركون أو لاعبي برشلونة عندما يشاركون مع منتخب إسبانيا. فأداء خرافي وواعد من إسبانيا، الحمد لله فزنا 3-0، شباك نظيفة إلى جانب رومانيا كمان ربحوا 3-0 وسويسرا ربحوا 3-0، ولكن إسبانيا قدموا أداء خرافي وعرفوا العالم كله أنه قبل مباراة إيطاليا غدا، قبل مباراة أمام حامل اللقب إيطاليا، إسبانيا ليست باللقمة السهلة أبدا أمام فرق أوروبا. ننتقل للمنتخب الذي كانت الأضواء عليه، منتخب بيلينغهام، منتخب إنجلترا، منتخب الأسود الثلاث. ربحوا 1-0 بهدف بيلينغهام. الأداء اللي كان لازم يقدم صراحة كان لازم يكون أفضل من هيك أمام نسيت أمام مين؟ أمام مين لعبوا إنجلترا؟ بغض النظر، ولكن أداء إنجلترا نسيت أمام مين؟ أداء إنجلترا صراحة كان 60-70 على 100 في نعطيهم، لأنه كيفين يقدموا أكثر، عندهم أسماء مش طبيعية، عندهم بيلينغهام، عندهم هاري كين، عندهم فيل فودن، عندهم جون ستونز، عندهم فريق خرافي، وبوكايو ساكا فريق خرافي إنجلترا، ولكن بس 1-0 ربحوا صراحة. كالعادة منتخب إنجلترا دائما بيكون كل الأضواء عليه والكاميرات عليه واتس كامينج هوم واتس كامينج هوم، وبحياتهم كلها ما أخذوا بطولة يورو، وآخر بطولة يعني قارية أو عالمية أخذوها كانت هي كأس العالم 66. فدائما الاضواء بتكون على منتخب انجلترا رغم محاولاتهم الجهيده او الخرافيه او الكبيره جدا، حتى اخر بطولات كبيره كانوا عم يوصلوا، وصلوا نص نهائي 2018 كاس العالم، ووصلوا نهائي اليورو 2020 وخسروا بركله الجزاء امام ايطاليا، كان فرق هلقد فقط لغير لو ما راشفورد وسانشو وبوكايو ساكا والفرص التي ضيعوها. ففينا نقول انه انجلترا بعد ما بينت خيرها من شرها، ولكن انا بالنسبه لي بتفوتي نص نهائي، لانه ما هو نجوب بيلينغهام خي، ما هو نجوب بيلينغهام الأفضل في العالم بالنسبة لي. ننتقل للمنتخب المرشح أيضا دائما فوق العادة لأي بطولة آخر 10 سنين مينيموم، وهو المنتخب أو آخر 8 سنين، منتخب الفرنسي.
يعني عندك فريقان، تخيل بدأ ديدييه ديشون، ما بنسى هلا حضرت المباراة ده، عم يذكرها لهلا ضد النمسا انه بدأوا وعندك ثلاث لعيبة من ريال مدريد بتظن في الاحتياط، اذا بدنا نستثمر مبابي اللي هو الرابع اللي بدأ فيه المدرب اكيد لانه كابتن منتخب فرنسا، بس عندك كامافينجا وتشواميني وميندي كانوا احتياط. تخيل من لعيبة الريال اللي هو جلبوا الخامس عشر في ريال مدريد احتياط بفرنسا، تخيل لو عندهم فريقان. رغم انه انا ضد فكرة انه كامافينجا ما يبدأ من البداية، يعني ديدييه ديشون بيكون عم ينتحر في خط الوسط اذا ما بيبدا بكامافينجا اساسي، وبين غلطه الفادح بهالشيء صراحه. اصابه مبابي الصعبه والقويه بالانف، كسر انف الضفدع دوناتيلو، ولكن فرنسا حتى رغم ربحوا باقل الاضرار 1-0 بهدف خاطئ او في مرمى النمسا هدف عكسي، صرنا شايفين حتى هلا ثلاث اهداف بالبطوله اهداف عكسيه، في هدف روديجر بالمانيا لصالح اسكتلندا، هلا بشوي شفنا هدف البانيا في مرماهم امام كرواتيا، وفي هدف ثالث في مرمى نسيت ولكن في هدف ثالث يعني حسب ما ذاكر، هلا مش محضر عم بحكي الحلقه كيف مكان. وحتى في عندك منتخب ايطاليا حامل اللقب، ربحوا 2-1 بعد تلقيم هدف في اول 23 ثانيه اسرع هدف في تاريخ اليورو من البانيا، ربحوا 2-1 حتى مش بالاداء المقنع ولكن عرفوا يربحوا وقلبوا النتيجه بطريقه سريعه جدا. منتخب هولندا حتى قدم اداء جيد نوعا ما بعد ايضا تراجعوا بالنتيجه بهدف مقابل لا شيء، عادوا بالنتيجه وفازوا بنتيجه 2-2. وعندك البرتغال فريق الدون اخر بطوله لكريستيانو رونالدو المفروض اذا ما قرر يكمل لكاس العالم 2026 في امريكا، ولكن البرتغال اداء صفر، اسماء خرافيه، يمكن افضل اسماء بكل المنتخبات باليورو الى جانب انجلترا وفرنسا من البرتغال، ولكن ولا مره جابوا المدرب اللي بيعرف يوظف اللاعبين بطريقه صحيحه. فكل اللي بدي اقوله هو انه لما تلقوا الهدف البرتغال امبارح، لما تلقوا الهدف من امام جمهوريه التشيك وهدف جميل صراحه، سجلوا هدفين، على الهدفين هدف عكسي صح من جمهوريه التشيك، هذا الهدف الثالث اللي صار من هدف عكسي هالسنه باليورو، والهدف الاخر كان كمان بخطا فادح من الدفاع وسجله كونشي ساو ابن كونشي ساو القديم اللي ذاكرينه ايام البلاي ستيشن 1، وربحوا 2-1 ورونالدو كان فرحة عارمة صراحة مع انه ما بين، كل العالم عم تحكي انه رونالدو الافضل انه يبدا احتياط على انه يبدا اساسي، مع انه انا ضد هالشيء، وجود رونالدو انا تخيل هلا انا كلاعب كرة قدم وعم شوف كريستيانو رونالدو عم يلعب مع نفس الفريق، بس وجوده مش بدي شيء، ما بدي اكثر من هيك، عن ارى كريستيانو رونالدو يلعب في الملعب من دون ما يعمل شيء بحد ذاته دافع لقلي انه انا اقدم اداء مش طبيعي، وشوف كيف احتفل معه لكونشي ساو بطريقه خرافيه. فلكل يلي بيتفلسفوا بيقولوا انه رونالدو انتهى وما لازم يلعب ما لازم يبلش اساسي، تشوف حتى هلا مشوي مودريتش كيف يعني مش منطق، هو اساطير هو نجوم اخر بطوله يورو، مش هتفرق يعني زين لعبوا بعد ماتشين ثلاثه زياده وخلص خلصت يعني انتهت مسيرته. مبروك للبرتغال الريمونتادا الغريبة العجيبة، المنتخبات اللي قدمت أداء خرافي حسب الأسماء وحسب الجودة الموجودة هي منتخب ألمانيا بفوز 5-1 على اسكتلندا، ومنتخب إسبانيا بفوز 3-0 على كرواتيا، هو المنتخبات اللي قدموا أداء قوي صراحة. عندك منتخبات اللي ما قدمت المرجو منها، أنا أعتقد إيطاليا مع أنه العالم اقتنع بأداء إيطاليا ولكن لست مقتنعا أبدا وأكره هذا المنتخب صراحة مع احترامي لمشجعي منتخب إيطاليا. منتخب فرنسا ما قدم الأداء المرجو منه حتى سجلوا هدف يعني عكسي، مش هدف فني سجلوه فعليا. منتخب هولندا هيك صراحه طبعا قدموا اداء مش لا، ومنتخب انجلترا كان فيهم قدموا اكثر من هيك صراحه. والمنتخبات اللي ما توقع حدا انها تعمل شيء ان منتخبين، منتخب روماني امام اوكرانيا 3-0 ومنتخب تركيا امام جورجيا 3-1 صراحه، تركيا وجورجيا وحتى البانيا قدموا اداء خرافي صراحه وحتى سويسرا، ولكن لا تركيا وجورجيا كانت مباراه خرافيه رهيبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأنا عندي أمل معلقة صراحة على المنتخب التركي، وحتى أتوقع أنه ممكن يطيحوا بالبرتغال صراحة، فريق رائع وعنده روح مش طبيعية. والمنتخب الروماني أمام الأوكراني، يعني أوكراني وصل ربع نهائي بذكر يورو 2020 الآن، كان أداء تعيس وعم يتحججوا بالحرب وهيك مش معيار، هذا المنتخب الفلسطيني وصل تصفيات كأس العالم ولك شو عم بيصير بفلسطين. لازلنا في الجولة الأولى، انتهت بعد قليل مباراة ألمانيا وهونغاريا أو المجر، سنرى ما سوف يحصل في الجولة الثانية من بطولة يورو 2024، لهلأ بطولة خرافية ولا مباراة انتهت بدون أهداف. ونتمنى كل حلقة عجبتكم، أنتم تشاهدون المحتوى الكروي الأفضل في العالم العربي وفي لبنان وفي العالم، ميدو الشبح أخوكم وصديقكم ومستفز الكثيرين، ولكن أنا أفتخر بنفسي
بكل شيء بعمله. اشترك في القناة إذا أنت لست مشتركا، وإذا كنت تعشق المحتوى الكروي والشغف الحقيقي فلن ترى إلا قناتي قناة ميدو الشبح. اشترك، حط السبسكرايب وحط زر الجرس ليوصلك كل فيديو بنزله، وتابع شو اللي عم نزله، ولايك وكومنت وشير اللي بدك إياه، لأنه أنت ترى المحتوى الكروي الأجمل والحقيقي الوحيد في العالم. Vamos España, ونراكم غدا بعد مباراة إسبانيا وإيطاليا. Let's go!